مر قانونا سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها عبر توقيع رئيس الجمهورية عليهما، إلا أنه لا بد من تعديلات على بعض البنود تقدم باقتراحات معجلة مكررة إلى المجلس النيابي. فيما يخص السلسلة، أكيد في موضوع صندوق القضاة صار مفهوم أنه رح يصير في إعادة يعني العمل فيه من دون ما يدخل ضمن النظام الموحد، وفي موضوع المتقاعدين ولا سيما العسكريين من عائلات شهداء وعائلات معوقين وإلى آخره، كمان هودي ما رح يخضعوا لتقسيط على 3 سنين. في بعض التصحيحات يلي رح تمتلى وهي أكثر لغوية، بدها تفسير العلاقة بالسلك الخارجي والعلاقة بموظفي الجامعة اللبنانية. بموضوع الضرائب عنا إلغاء الضريبة على الكحول، لأنه هيدي بتناقض اتفاقية موجودة اليوم مع الاتحاد الأوروبي، سو ما فينا نخرج منها وهي مفروضة علينا. وفي قصة ازدواج الضريبة على المهن الحرة، كمان هيدا راح يتم معالجته. وفي بعض الأفكار يلي بعدها عم تنحكى، في فكرة إلها علاقة بالسلسلة، فكرتين إلها علاقة بالسلسلة وفكرة إلها علاقة بالضرائب، هذا موضوع بعده قيد النقاش، هلا ما راح أحكي عنه لعل ما صار في اتفاق عليه. طب ماذا عن متقاعدين العسكريين؟ اللي متفق عليه هو هيدا. هلا في مواضيع بعدها عم تتناقش مثل ما قلت إلها علاقة بالسلسلة. في اقتراح قانون له علاقة بتعديل بقانون الدفاع بما يخص المتقاعدين العسكريين، حتى يطرح على الجلسة وساعتها يعني يتم التعاطي فيه كقانون يعني منفصل عن السلسلة. أما في موضوع الضريبة على السفر، فقد أوضح عون أن الزيادة ستكون 10,000 ليرة لبنانية بدلا من 15,000 ليرة على رسم كان يدفع بالأساس. أوريدي بيدفع 60,000، كان مقترح تصير 75,000، يعني تنزيد 10 دولار، إنما حتى هيدي على الدرجة السياحية الغنيها، يلي زدناه هو على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى والطائرات الخاصة. يعني عمليا كيف في رسم، كمان الرسم نزيد، مش إنه نحط رسم جديد. من جهتها تصر الكتائب على الطعن في القانونين لطريقة التصويت التي لم تجرى بالمنادات، وتخصيص إيرادات ضريبية لنفقة محددة أي لتمويل السلسلة والازدواجية الضريبية المتعلقة بالمهن الحرة. وقد علمت الجديد أن 8 نواب وقعوا على هذا الطعن، من بينهم النائب خالد الظاهر، علما أن الطعن في قانون موقع يلزم توقيع 10 نواب على الأقل.